بغيتي شعرك وشعر بنتك مسبسب وحرير، واللي شافو يقولك اشنو دايرين للشعر ديالكم ويتبدل 180 درجه. يا البنات تبعوا معايا لا فيديو، قلت لكم هاد الوصفه اللي واعره بزاف بزاف بزاف، البنات غادي ترحموني عليها وغتشكروني عليها، نتائج ديالها غزاله تغنيك على كل شيء. انا متاكده انكم غتكتبوا لي كومونتيرات زوينين وغترجعوا تقولوا لي يا دنيا راه نجحت معنا الوصفه. شكرا بزاف بزاف، رحمه الوالدين هي اهم حاجه. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر وما تنساوش ليا لي جيم ديالكم، بغيت لي جيم بزاف بزاف. خليكم مع الوصفه ومع الفيديو عندكم ما تكملوش. اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى عمركم احوالكم كامله تكون على خير بخير نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله هذه الوصفه غادي تكون كيراتين. كيراتين شي حاجه البنات اللي طوب، غير لما بغيتوش تجربوها، شي حاجه اللي واعره. الا كان شعرك جاف، الا كان مقرد لك بالصبايغ، الا كان شعرك ما كيتفكش لك دغيا وكيطيح لك وفوق ما دخلتي للدوش هكا تغسلي شعرك كطيحي منه بزاف ديال الشعر، كذلك الا كانت عندك بنتك ولا ولدك الشعر ديالهم شويه هكا حراش وناشف وما كيبغيش يتفك لك ولا خيا معاهم مشكل كبير، هاد الوصفه غادي تنفعك بزاف بزاف. تبعي معايا لا فيديو حتى الاخر وما تزقلي حتى شي حاجه. هاد الوصفه شي حاجه اللي واعره تغنيك على السوشوار، على البلاك، على اي حاجه. المهم البنات الوصفه ديال اليوم راها مكونات لي طبيعيه، مكونات لي هي سهله في المتناول ديالكم كاملين، ما كاملاش 10 ديال الدراهم تحصلي على كيراتين طبيعي. وانا متاكده باللي ما غاديش تبقاو نهائيا تستغناو عليه، غيبقى دائما ديروه مره في السيمانه، شي حاجه اللي طوب. المهم اول مكون اللي هو نيفيا، غزال بزاف بزاف، المنافع ديالو كبيره لا على الوجه لا على الشعر، وكذلك كيرطب كيف ما كيرطب لكم الوجه راه كيرطب حتى الشعر، شي حاجه اللي طوب. وثاني مكون غادي نحتاجو هو زيت الكوك او مرهم ديال الشعر ديال جوز الهند. هذا البنات كيف كتشوفوا، المهم كتبقى لا مارك اللي بغيتو غير هي يكون زيت جوز الهند هو اللي غتستعملوا في هذه الوصفه. مكون ثالث اكيد ومؤكد غادي يكون زيت الزيتون، والمنافع ديالو غزاله بزاف بزاف. والمكون الاساسي والرئيسي واللي غزال بزاف بزاف وشاعت عندنا هاد الايامات باللي كيرطب الشعر بزاف بزاف وزوين وغني بزاف ديال الفيتامينات للشعر، اللي هو البنات زريعة الكتان او بذور الكتان، الجل ديالها واعر واعر واعر. ندوزو دابا للطريقه ديال التحضير ديال الوصفه ديالنا، نهبط لكم كاميرا باش تشوفوا جميع المراحل. اول حاجه غناخذو بذور الكتان، كيف كتشوفوا راه ماشي بزاف، المهم كتبقى الكميه والكونتيتي ديال الوصفه وديال المكونات على حسب الشعر ديالكم، واش طويل واش قصير واش خفيف واش عامر. المهم انا غادي ناخذ من هنايا معلقه ديال زريعة الكتان، ومعلقه كبيره كافيه بالنسبه للشعر اللي يكون متوسط، فهمتوا يعني ما طويلش وما قصيرش. غادي نزيدو عليه البنات شي كاس هكا ديال الماء، وغنديرو فوق من البوطه حتى يطلق الجل ديالو ويرجع عندنا، خاطر حنا محتاجين الجل ديالو ماماش محتاجينش هاد الزريعه. المهم ملي نستخلصو الجل ديالو غادي نرجع معاكم. بعد ما درت بذور الكتان على عافيه مهيله باش تطلق هذاك لو جل ديالها، غادي نخلط معاكم مكونات الاخرين ونوريكم المرحله اللي غادي نزيد فيها بذور الكتان. المهم البنات غادي ناخذ معلقه صغيره من هاد زيت جوز الهند. بالنسبه لزيت جوز الهند في وقيته ديال الشتاء راه كيكون جامد بحال هكا، ولكن وقيته ديال الصيف كيكون على شكل زيت. كيف كتشوفوا غناخذوا من هنايا معلقه صغيره، ناخذوا معلقه ديال نيفيا كيف كتشوفوا، غادي نفتحها وناخذ منها معلقه اللي هي كبيره، هاد القياس البنات كيف كتشوفوا. نحتاج معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. بالنسبه اللي عندهم زيت الخروع ولا اللي عندهم اي زيت يعني ديال الترطيب اولا ديال تطويل الشعر، ممكن انهم يضيفوا المكونات. انا كندير معكم الحاجه اللي في المتناول، ممكن انكم تضيفوا جميع المكونات اللي نتوما عندكم متوفرين عندكم في الدار. غادي نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان مزيان حتى يرجع عندي خليط كريمي. من بعد غادي ناخذ صفايه بحال هكا اللي غادي نصفيو فيها هاد لو جيل،
مهم غادي غادي نستعملو تقريبا هكا شي جوج ديال المعالق كبارين منه، وغادي نعاودو نخلطو المكونات عاوتاني مع بعضياتهم. من بعد البنات كيرجع عندكم هكا الخليط كيف كتشوفوه هما متجانسين مع بعضياتهم. هاد الكونتيتي تكفيكم الا كان الشعر ديالكم مويان، يعني ما طويل ما قصير، ما عامرش بزاف وما خاويش بزاف، تقدر تكفيكم. كتبقى الكونتيتي نتوما كتحكموا فيها. دابا يا البنات جينا للمرحلة الأساسية اللي هي مرحلة مهمة في نجاح الماسك والوصفة معك. إلا درتي الطريقة الصحيحة وطبقتيها بالشكل الصحيح على الشعر ديالك راه كتنجح معك 100%. غير تبعوا معايا النصائح وغتنجح معكم الوصفة. كيف كتشوفوا الطريقة ديال الوصفة كيفاش تطبقوها للشعر ديالكم؟ الشعر ديالكم يكون منقيش بزاف، يعني يكون يومين هكا باش غاسله شوية مسخ. كتحل كتفرقوا الشعر ديالكم هكا على النص، كتجيبي هذا النص هنا وهذا النص هنايا، كتفرقي كتبداي بخصله بخصله. كديري هكايا الوصفه على الشعر هكا من الفوق، وكتبقاي تجبدي مزيان مزيان حتى كيبان لك باللي الوصفه دخلت لجميع الشعر ديالك، وباللي الشعر ديالك كله ولا مدهون هكا بالوصفه كيف كنقولوا حنايا. حتى تكملي الشعر ديالك كامل غادي تجمعي هكايا وتشديه هنايا بشي لاستيك ولا شي فيلين ولا شي حاجه، ومن بعد غادي ديري هكا شي بوني اللي زمط لك الشعر ديالك. هذه هي اهم خطوه البنات في الوصفه. غادي تزمتي سواء بوني، سواء يكون عندكم هذاك البوني اللي مشبك او لا يكون عندكم غير السلوفان ممكن انكم تستعملوه. كتخليه في الشعر ديالك جوج ديال السوايع وهو في البوني. من بعد كتدخلي تغسلي شعرك عادي جدا، كتغسليه بالشامبوان المعتاد عندك، ما غاديش تحتاجي نهائيا باش ديري البلسم، حيت هاد الوصفه راها خارقه، شي حاجه اللي غزاله غادي تستغني عليه في مره واحده. بالنسبه لهذه هي الطريقه الصحيحه، غادي تستعملوها بحال هكا كيف ما انا قلتها لكم. من بعد منين غتخرجوا ما غتحتاجوش نهائيا لا سوشوار لا البلاك لا حتى شي حاجه، عيف غادي نشوف لك شعرك غيبان عندك النتائج اللي غزاله بزاف بزاف. هادشي غير فيما يخص اول استعمال كتبان لك النتيجه، وشوفوا الا استعملتوا جوج مرات وثلاثه واربعه شوفوا شعركم كيفاش غيرجع، راه غيرجع حرير. وبالنسبه حتى البنات اللي غيسولوني واش نديرها لبنتي صغيره، واش نديرها لولدي صغير، واش نديرها لبنتي في هذا العمر، كتصلح لجميع الاعمار. ديريها لبنتك الله يجعلها تكون عندها غير عامين ديري ليها، وما غاديش نهائيا يضرها في شي حاجه. مكونات شاركت معاكم طبيعيين، شي حاجه اللي عندكم في الدار، ما تزكلوش نهائيا هاد الوصفه، جربوها على ضمانتي وردوا عليا الخبر في الكومونتيرات. وملي تدخلوا الدوشو تغسلوا بالشامبوان العادي ديالكم، ما غاديش تحتاجوا نهائيا باش ديروا البلسم ديال الشعر ديال الترطيب، حيت هاد الوصفه راه كافيه زوينه بزاف بزاف. غير فوا غادي تغسلي شعرك غادي تشوفي النتائج اللي غزاله بزاف. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوا الوصفه، وما تبخلوش ليا بلي لايك ديالكم كيف ما العاده. خليتكم على خير، السلام عليكم، كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو مقبل. تهلاو فراسكم.